بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اتفاقية لبناء مسجد وثلاث بيوت سكنية شعبية للمتضررين بمنطقة الغابر غيضة البهيشة بمديرية بروم ميفع. وخلال مراسيم التوقيع أوضح مشرف مشاريع الهلال الأحمر الإماراتي المهندس حامد القواية أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الدعم الإماراتي وتخفيف معاناة المواطنين ودعم المشاريع التنموية والخدمية والبنية التحتية بمحافظة حضرموت. بدورهم أعرب المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الإنسانية والدعم الأخوي من دولة الإمارات، معبرين عن شكرهم وتقديرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على جهودها المتواصل في حل الإشكالات المتعلقة بالمتضررين، مشيرين بأن هذه المشاريع التنموية ستخفف من معاناتهم. تم اليوم مراسيم توقيع اتفاقية لمشروع بناء مسجد وثلاثة بيوت سكنية شعبية للمتضررين في منطقة الغبر بغيضة البهيش التابعة لمديرية بروم ميبع بمحافظة حضرموت. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الدعم الإنساني المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة للقطاع المجتمعي والتخفيف من معاناة أهالي هذه المنطقة التي تعاني من الحرمان وأبسط مقومات الحياة.